ونحن نعلم بأن هذا شيء فعلته قطر منذ سنوات، وبطبعا تشجيع التشدد في عدة دول من خلال دعمها للإخوان المسلمين وتقديم منصة تلفزيونية وتوفيرها مثل الجزيرة لطبعا الدعاية المتشددة. والآن نرى بأنهم يفعلون هذا في بلدان أجنبية. أعتقد بأن دولة مثل بريطانيا لديها خبرة، فهناك العديد من الهجمات الإرهابية التي حدثت هناك، عليها أن تنظر في هذا الأمر بجدية. ولكن يمكن أن يكون هناك تحقيق، وتلك المنظمات لو اتضح بأنها كانت مثلا هشة أو أنها طبعا فعلت هذه الأشياء فينبغي إغلاقها.